من ضمن الحاجات اللي ذكرت كتير كل اللقاءات اللي اتعملت وانا شرفت ببعضها مع قداستك، بلاقي انه في عنوان طول الوقت هو عمق شديد مع بساطة شديدة جدا في العرض. عشان كده هاخد راحتي شوية ومساحة ان انا اتكلم في موضوعات قد يبدو انها يعني بتطرح بره هذه الجلسة بحساسية شديدة. اولها اني عايزة اسأل قداستك عن العلاقة بين الكنائس المصرية الثلاث، لأني وبرضو لازم أسجل ده، يعني إحنا مش عارفين طبيعة العلاقة دي فبنتعامل معها بحساسية شديدة وبغموض شديد. اسمحي لي أذكر حاجة في التاريخ، يعني الكنيسة المسيحية في العالم كانت كنيسة واحدة لغاية القرن الخامس الميلادي، الخامس الميلادي بالتحديد سنة 451. في 451 حصل مؤتمر المجمع. المجمع ده اختلف فيه الغرب مع الشرق. الاختلافات دي كانت بالأسباب التالية: أول حاجة اختلافات سياسية، الشرق له وضعته والغرب له الوضعية بتاعته. والنوع الثاني في الاختلافات كانت اختلافات اللغة، المصطلحات، ترمينولوجي. والحاجة التالتة اللي هو الاختلافات الذاتية، أنا أحسن منك وأنت أحسن مني، اللي هي موجودة في العالم كله لغاية النهاردة، الذات. الذات دي المدمر. أصل كل المشاكل. أصل كل المشاكل. بسبب الاختلافات دي انقسمت الكنيسة غرب وشرق. غرب اتسمت الكنيسة الكاثوليكية، سموا نفسهم الكنيسة الكاثوليكية. كلمة كنيسة كاثوليكية يعني الكنيسة الجامعة. وبعضها كان في خلافات عقائدية برضو بعد كده بقى بعد كده ابتدت سلسلة من الخلافات العقائدية، لكن الأصل ما كانش عقائدي. ما أنا بقول لحضرتك أن الجميع كان واحد. في المجمع بتاع خلقدونية اللي هو حصل فيه الانقسام أو الانشقاق كان في خلافات عقائدية خدت الصبغة السياسية والصبغة اللغوية ووجود الذات. فتخلوا كثيراً عن الروح المسيحية اللي عاشت خمس قرون للأسف. حصل انقسام، بعد كده حصلت انقسامات بقى في كل ناحية لغاية ما بقى في انقسامات موجودة على مستوى العالم. يعني آخر انقسام شفناه لما كنيسة أوكرانيا انقسمت عن كنيسة روسيا، انفصلت. ده انقسام. فأحياناً الأصل واحد. بيكون سياسي، ما هوش طول الوقت دي. لكن حالياً قداسة البابا ده تاريخ العلاقة، حالياً إحنا ليه بنتعامل مع الموضوع ده بحساسية؟ يعني بعضنا برضو بيشوف أنه الاختلاف تنوع والاختلاف قوة، وحتى إحنا في المجتمع اختلافنا عن بعض ثروة. ليه إحنا بنتعامل مع الكنائس الثلاث بحساسية؟ وأنا بتكلم هنا عن بعض أعضاء الكنائس الثلاث. عايز أقول لحضرتك أن في حركات في العالم جمعت كل الكنائس، مثلا مجلس الكنائس العالمي، بس يتجنبوا الحديث في مواضيع العقيدة، لكن في تعاون على مستويات كثيرة قوي، مستويات اجتماعية يعني. مثلا مجلس كنائس الشرق الأوسط وإحنا أعضاء فيه، مجلس كنائس مصر وده مجلس حديث عمره 10 أو 11 سنة، في مجلس كنائس كل أفريقيا، في مجلس كنائس أوروبا. يعني في شكل من أشكال التعاون والمشاركة والمحبة، وده بينطبق علينا في مصر برضه. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا عندنا أسبوع اسمه أسبوع الصلاة السنوي. أسبوع الصلاة ده بنصلي مرة في كنيسة قبطية أرثوذكسية، مرة في كنيسة كاثوليكية، مرة في كنيسة بروتستانتية، مرة كنيسة سوريانية، ومرة كنيسة أرمنية في مصر كده، كتعبير عن المحبة المتبادلة ما بيننا. في علاقات حلوة، بس طبعا في صغار نفوس. ايوه انا بسال على دول بقى. ايوه في صغار نفوس ما بيبقاش فاهمين، بيبقى مش شايف غير نفسه، شايف غير نفسه، وغير نفسه يبقى الباقي كله غلط.